يقول: رجل ذهب إلى بعض السحرة لعلاج ابنته عندهم مع علمه بأن ذلكم حرام، ونصحه أقاربه ومع هذا ذهب إليهم، فما هو توجيه فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ الذهاب إلى السحرة أو الكهان أو المشعوذين محرم، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث الآخر: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والساحر أشد من الكاهن، إن لم يكن مثله فهو أشد منه، والسحر حرام وكفر بالله عز وجل، ولا يجوز الرجوع إلى السحرة ولا إلى الكهان ولا إلى المخرفين والمشعوذين، لأن هذا يخل بالعقيدة أو يبطل عقيدة المسلم. إذا صدقهم بطلت عقيدته، صلى الله العافية، لأنه صدق بالسحر، صدق بالكهانة، وصدق بادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. هذه أمور كفرية، لا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل. والمرض قد جعل الله له شفاء وأغنى المسلمين بما أنزل من الشفاء، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الله أغنى المسلمين بما أنزل من الدواء والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. الواجب على المسلم أن يبتعد عن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وأن يتعالج بالأمور المباحة. من وأعظم ذلك العلاج بالقرآن الكريم والرقية الشرعية، وكذلك بالأدوية المباحة التي من الله تعالى بها على عباده. والأدوية اليوم ولله الحمد متوفرة، والطب متوفر، والمعالجون بالأمور المباحة كثيرون. فلا يجوز للمسلم أن يهدر عقيدته أو يتساهل فيها ويذهب إلى هؤلاء الشياطين والمشعوذين والدجالين. نعم.